السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، حياكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الإعانة والتوفيق والسداد. اليوم نبدأ إن شاء الله بالمحاضرة السابعة، إذا كان في أي سؤال أو استفسار قبل نبدأ. طيب، احنا مر علينا سابقا الحكم الشرعي والحكم التكليفي والحكم الوضعي، وعرفنا ان الحكم الشرعي ما هو. ما هو الحكم الشرعي؟ أنا لم أقل أقسام، أنا قلت ما هو الحكم الشرعي. نعم، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين فقط، إذا كذا غلط، لابد أن نكمل ونقول اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وإذا أردنا أن نعرف الحكم وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، فإذا أردنا أن نعرف الحكم التكليفي فنقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو فيها أو ولا خلاص؟ طبعا يجي يبقى عندنا الحكم الوضعي، خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين وضعا أو نحو ذلك من العبارات التي ذكرها الدكتور عندكم. اليوم عندنا القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي، وهو الحكم الوضعي، وبنأخذ الأقسام شيئا فشيئا، وسنضرب أمثلة ليتضح المراد بكل قسم من الأقسام. عندنا سبورة ظهري عندكم؟ سبورة ظاهرة؟ طيب، عندنا زوال الشمس. زوال الشمس اللي هو قبل، يعني على وقت صلاة الظهر. طيب، إذا زالت الشمس يتبين لنا ماذا؟ أحسنتم، وجوب صلاة الظهر. يعني زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر. طيب، إذا لم تزل الشمس، إذا لم تزل الشمس لا تجب. إذا لاحظوا، إذا وجد الزوال وجد إيش؟ الوجوب. وإذا عدم الزوال، وإذا عدم الزوال ينعدم ينعدم الوجوب، ينعدم الوجوب. هذا هو السبب، ما يلزم من وجوده الوجود
كمله ومن عدمه العدم، أو نقول بعبارة أخرى ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم ومن عدمه عدم الحكم ومن عدمه عدم الحكم، هذا هو السبب أو العلة. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي، السبب أو ما أدري ليش ما يكتب السبب أو العلة. طبعا في خلاف ما راح أقف عنده كثيرا، هل السبب هو العلة ولا بينهم فرق، لكن اللي ما يفرق بينهم يقول هذا هو السبب وهذه هي العلة. إذن لو سألتكم سؤال السبب من ولا خلوا السؤال هذا بعد قليل، بناخذ النوع الثاني حتى يكون أوضح لكم، ناخذ الثاني حتى يكون أوضح لكم. ليش ما يكتمل السالفة؟ طيب الثاني نقول أنا بكتب في نفس الصفحة حتى يتبين لكم ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم، أو حتى يكون نفس الكلام ما يلزم من. رجاء يا سارة وهند الكلام هذا ما هو في الدرس، عندكم المنتدى اكتبوا فيه الاستفسارات هذه بارك الله فيكم، لا تشغلون بأمور ليست من الدرس. ايش كنا نقول؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. طيب خلكم معي الآن لا بأس، عندكم مثلا الزكاة، من شروط الزكاة حوالان ايش؟ مرور الحول، مرور يعني انا ما ادري ليش الكتابة عندي ما فيها اشكالية، مرور الحول يعني مضي ايش؟ مضي سنة، ممتاز، لا حول ولا قوة إلا بالله، معليش عاد تحملونا في اليوم ما أدري إيش الكتابة فيها. طيب نبي نطبق نفس الكلام اللي قلناه سابقا في 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 السبب والعلة. الآن إذا ما مر سنة عنده، ما مر سنة، هل تجب عليه الزكاة؟ إذا لم يمر سنة، طب نتكلم على زكاة المال. إذا عدم ذلك الشيء ينعدم إيش؟ معلش هذا الكتاب فيها إشكالية عندي ما أدري شو السبب، ربما الحبر خلص ولا. طيب إذا وجد مرور الحول يعني مرت سنة، هل يلزم أنه يدفع زكاة ولا ما يلزم؟ في أشياء أخرى لازم تتوفر، أيوة، ولذلك قالوا هذا الشرط، هذا الشرط، هذا هو إيش الشرط؟ ما يلزم من عدمه
العدم. يعني إذا عدم، يعني عدم إيش؟ يعني عدم الحكم. لكن إذا وجد هل يلزم أن يوجد الحكم؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لاحظوا الشرط، الشرط إذا فقد يفقد الحكم، لكن إذا وجد هل يلزم أن يوجد الحكم؟ طيب لنعرف الفرق بين السبب والشرط بسألكم سؤال. السبب هذا اللي فوق، هذا السبب إذا وجد يؤثر ولا لا يؤثر؟ يعني يوجد الحكم ولا لا يوجد؟ وإذا عدم، ينعدم الحكم ولا ما ينعدم؟ إذا السبب أو العلة يؤثر فقط إذا وجد ولا يؤثر في وجوده وفي عدمه؟ أيوة أحسنتم، يؤثر في الوجود وفي العدم، يؤثر في الوجود وفي العدم. لكن نجي للشرط، نجي للشرط، إذا عدم مؤثر صح، إذا عدم ينعدم الحكم، لكن إذا وجد قد يوجد وقد لا يوجد، يعني ما نضمن. فإذا هو مؤثر في جانب إيش؟ جانب العدم. طيب واضح إن شاء الله؟ الآن بننتقل لشيء يختلف تقريبا عما سبق، ولاحظوا ما يلزم من عدمه، عفوا من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه الوجود. نضرب لكم مثال يتضح المقال. الآن عندنا واحد مع 1000 ريال لكن عليه دين 10,000 ريال، عليه دين، هل تجب عليه الزكاة؟ لماذا لا تجب؟ لوجود الدين. إذا الدين إذا وجد وش يسوي؟ ينعدم؟ ينعدم الحكم. لكن لو ما عليه دين، لو ما عليه دين هل يلزم أن عليه زكاة ولا يمكن ما عنده نصاب؟ يمكن ما عنده نصاب، يمكن ما عنده فلوس أساسا. إذا لاحظوا هذا يسمى المانع. المانع يؤثر في حال إيش؟ إحنا ما نفتي يا أمل، إحنا نشرح فقط، هذه تسألين أحد المشايخ. يؤثر في جانب الوجود. أحسنتم أحسنتم. إذا عندنا، لاحظوا بارك الله فيكم، لما جينا للعلة والسبب لاحظنا أنه يؤثر في جانب إيش؟ السبب يؤثر في جانب الوجود وجانب العدم. أما الشرط فيؤثر في جانب إيش؟ العدم فقط. يعني إذا عدم فهو مؤثر. أما المانع فيؤثر في جانب، جانب الوجود فقط. ولعله واضح عندكم إن شاء الله. طبعا ذكر الدكتور عندكم أن المانع ينقسم إلى 3 أقسام، مانع يمنع الحكم، وأيضا الشرط سبق لكن ما تكلمنا عنها، فرجعوا له.
فات علي اني اتكلم عنها ارجعوا له. المانع ينقسم ثلاثة أقسام: مانع يمنع الحكم ابتداء ودواما، ومانع يمنع الحكم ابتداء وليس دواما، ومانع يمنع الحكم دواما ولا يمنع ابتداء. يعني مثلا الكافر هل يبتدئ الصوم يصح منه الصوم ابتداء مثلا؟ وطيب ولو كان صايم وكفر يبطل صومه ولا لا؟ إذن الكفر يمنع ابتداء الابتداء ويمنع ايش؟ ويمنع الدوام، يمنع ان الواحد يبتدئ ويمنع ان الواحد يكملها. واضح؟ طيب لو واحد احرم هل يجوز له يعقد نكاح؟ طيب لو كان متزوج من قبل في مشكلة؟ إذا لاحظوا الإحرام يمنع من إيش؟ يمنع أننا نبتدئ؟ أيوة يمنع الابتداء، يمنع ابتداء الحكم. لكن هل يمنع من دوام الحكم؟ والقسم الثالث على العكس منه يمنع دواما ولا يمنع ابتداء. لعل تضح لكم بارك الله فيكم. طيب نجي الآن للمحاضرة الثامنة ولعلنا أيضا نختصر أكثر، اللي هي تتعلق باستكمال الأحكام الوضعية. أخذنا السبب، العلة، الشرط، المانع. عندنا الآن الصحة والفساد. الصحة يقولون موافقة أمر الشارع، والفساد مخالفة أمر الشارع. ولذلك الفاسد في العبادات لا تبرأ به. تكلمنا عن هذا يا دعاء وقلنا في خلاف، الفاسد في العبادات لا تبرأ به الذمة، والفاسد في المعاملات لا يترتب عليه الحكم. إذن لو جاءكم سؤال ما معنى الفاسد في العبادات، هو الذي لا تبرأ به الذمة ولا يجزئ. لكن ما الفاسد في المعاملات؟ هو اللي ما يترتب عليه انتقال الحكم الملك عفوا. يعني الآن لو أحمد قال مثلا لأمل بعتك سيارتي التي في الطائف وهي ما رأتها ولا تعرفها، فقالت اشتريتها، هذا بيع صحيح ولا فاسد؟ طيب بما أنه فاسد هل تنتقل السيارة؟ تملكها أمل؟ إذن الفاسد في المعاملة لا يترتب عليه انتقال الملك ولا الحل، ما يكون حلال. طيب يجي عندنا الآن سؤال، نسمع أحيانا فاسد وباطل، هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ نقول هند لتك الأسئلة تنتظرون حتى أقول اللي عنده سؤال. لو ايش الاقسام القسمي كاشفة والواصل من انواع الكاشفة هي السبب والعلة والشيطان. لو جاني سؤال اقسام الحكم الوضعي اقول قسمين ولا اقول ثلاثة؟ طيب سؤال جميل جدا، لكن لا أظن أن يأتي بسؤال يقول كم أقسام الحكم في الوضع، ما أظن يأتي بهذه الطريقة. لكن أنا ما تكلمت على قضية إيش كاشفة وواضع حتى لا أدخلكم إيش
في متاهات. أنا مباشرة انطلقت للأقسام وقلت سبب علة شرط مانع. وعلى فكرة بارك الله فيك، أنت قلتي ولا أقول ثلاثة؟ من قال لك إنها ثلاثة؟ باقي عندك الصحة والفساد وغيرها، باقي أنواع ما أخذناها إلى الآن في أكثر من الثلاثة اللي تقولين أنت. لكن ثقوا إن شاء الله أي سؤال سيكون ملبس لن يرد عليكم، ولا سؤالك جميل جدا، يعني هل أقول هما قسمان أو أقول أكثر منهما. التقسيم للقسمين اللي ذكره الدكتور عندكم كاشفة وواضعة، هذا تقسيم إجمالي، تقسيم إجمالي يعني يبين لكم أن منها ما هو أنواع يكون كذا، ومنها ما هو أنواع يكون كذا. لكن التقسيم الواقعي الفعلي سبب أو علة شرط مانع صحة فساد كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا تقسيم إجمالي، قضية الكاشفة والواضعة، وإذا كان ما اهتميت فيه. طيب إيش كنا نقول؟ عشان كده أقولكم خلوا دائما الأسئلة آخر شيء حتى ما يقع انقطاع الكلام. إحنا وين وصلنا؟ أي نعم، قلنا الفاسد إيش؟ الفاسد والباطل هل بينهما فرق ولا لا، ولا ليس بينهما فرق؟ لابد أن نعرف أنه بالاتفاق في العبادات ما في فرق، يعني العلماء كلهم متفقين في العبادات ما في فرق. يعني لو صلى واحد بدون طهارة تقول فاسد أو باطل، ما في فرق، واضح؟ إذن في العبادات ما فيه فرق. عند من؟ يعني من اللي قال لا يوجد فرق؟ عند الجميع بالاتفاق. طيب وش بقي لنا غير العبادات؟ لا يا أمل، بالاتفاق عند الجميع، هذه العبادات عند الجميع. بقي عندنا المعاملات، هل بينها فرق أو لا يوجد فارق؟ طيب اللي على السبورة ظاهر عندكم، نفتح صفحة جديدة. طيب نجي الآن للمعاملات، بعد شوية بسألكم سؤال بشوف اللي منتبه معي ولا لا، ولو في خصم خصمنا على اللي ما ينتبه. المعاملات في خلاف، الجمهور يقولون لا فرق. وش معنى لا فرق؟ يعني أن المعاملات مثل العبادات، يعني المعاملة إذا هي غير صحيحة نسميها فاسدة أو نسميها باطلة. هذا عند من؟ الجمهور. الحنفية يقولون فيه فرق، يقولون لأن العباء المعاملة إما أن تفقد شيء أساسي أو تفقد شيء ليس أساسي، يعني الخلل لشيء آخر، يعني لو مثلا واحد باع ما لا يملكه، يعني أو مثلا نقول فقدت المعاملة ركن أساسي، مثلا البائع، غير موجود، جرت عملية بيع لكن المالك لها غير موجود، أو إنه غير راضي، هذه فقدت ركن أساسي ولا لم تفقد ركن أساسي؟ فهذه ماذا يسميها الحنفية؟
يسمونها باطلة، إذا فقدت ركن أساسي أو شرط أساسي يسمونها باطلة. ممتاز. طيب لو جاء الآن، جيت أنا مثلا وقلت لهن أبيعك هذا الصنف 10 ب15 من الأصناف الربوية، يعني أعطيها 10 وتعطيني 15، هذا ربا ولا ليس ربا؟ طيب خلونا نطبق أركان البيع، البائعان موجودان ولا غير موجودان أو غير موجودين؟ يعني البائعان موجودين صح ولا لا؟ والرضا موجود ولا غير موجود؟ والثمن والمثمن موجود ولا غير موجود؟ يعني الشروط كلها فيه ولا لا؟ كل شيء موجود ولا لا؟ المشكلة من وين؟ المشكلة في شيء إيش؟ في شيء خارج ولا لا؟ اللي هو الزيادة صح؟ كون يوجد زيادة. إذن الأركان والشروط الأساسية موجودة، لكن المشكلة في الزيادة هذه، فهذه يسمونها إيش؟ فاسد، يسمونها فاسد. تذكرون لما قلت لكم المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره، أو عفواً إيش؟ المحرم لذاته والمحرم لغيره لما تكلمنا عليه، قلنا الزيادة هذه خارجة عن البيع، خارجة عن البيع. فهذا نفس الشيء الآن، يقولون إذا الخلل من نفس المعاملة فهي باطلة، لكن إذا الخلل من شيء خارج عنها فنسميه إيش؟ يسمونها فاسد. واضح الفرق؟ طيب بسألكم أسئلة سريعة أشوف يعني استوعبتوا ولا لا. بس جاوبوا بسرعة عشان تقعون في الخطأ. نقول اتفق العلماء على أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في المعاملات، اتفق العلماء على أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في المعاملات. دعاء وأمل يقولون صح، وهل السبورة وشو؟ هند التزموا بالجواب اللي يطلبه منكم، صح أو خطأ فقط. طبعا خطأ، خطأ، لأن الاتفاق فيش أحمد، خلكم على نفس الجواب اللي أسألان حتى ما نلخبط. الاتفاق في العبادات، الاتفاق في العبادات. طيب سؤال ثاني، وجاوبوا فقط صح وخطأ، لا تجيبهم شيء آخر. فرق الجمهور في المعاملات بين الفاسد والباطل، فرق الجمهور في المعاملات بين الفاسد والباطل، صح وخطأ؟ خطأ. من اللي فرق؟ اللي فرق الحنفية وليس الجمهور. طيب العبارة صح ولا خطأ؟ ذهب الحنفية إلى أن المعاملة إذا فقدت ركنا أساسيا أو شرطا من شروطها تسمى فاسدة. ذهب الحنفية إلى أن المعاملة إذا فقدت ركن من أركانها الأساسية تسمى فاسدة، صح ولا خطأ؟ طبعا خطأ، لأنها تسمى عندهم
تسمى عندهم باطلة باطلة. طبعا أنا بسألكم سؤال الإخوة والأخوات اللي قرأوا قبل أن يحضروا، هل وجدوا أثرا لقراءتهم قبل ولا ليس لها أثر حتى نقولكم لا تقرؤون؟ يعني اللي أعني لو جاء واحد ولم يقرأ هل سيكون عندها إشكالات؟ أعتقد سيكون عندها إشكالات، ولذلك أؤكد على أهمية القراءة لأنها تجعل المادة ترسخ في الذهن أكثر بإذن الله جل وعلا. طيب ننتقل بارك الله فيكم للرخصة والعزيمة. طبعا الرخصة والعزيمة من أقسام إيش؟ الحكم الوضعي. إحنا لازلنا في أحكام الحكم الوضعي، أخذنا السبب العلة الشرط المانع الصحة الفساد، عندنا الآن العزيمة والرخصة، كلها من أقسام الحكم الحكم الوضعي. طيب ما هي العزيمة وما هي الرخصة؟ الصلاة، الصلاة الآن صلاة الظهر العصر، هل شرعت ابتداء ولا شرعت استثناء لوجود عذر؟ شرعت ابتداء. طيب قصر الصلاة، قصر الصلاة هل شرع ابتداء ولا شرع لوجود عذر قصر الصلاة؟ أيوة لوجود عذر، استثناء لوجود عذر. إذن الذي يشرع ابتداء يعني كلفنا الله عز وجل به ابتداء هكذا يسمى عزيمة، لكن الذي يشرع لأجل عذر مشقة أو نحو ذلك فهذا يسمى إيش؟ يسمى رخصة. يسمى رخصة. عرفنا الآن الفرق بين الرخصة والعزيمة. طيب ما حكم الرخصة؟ الواحد لما يسمع رخصة يتوقع أنها إيش؟ مباحة. يقول لا، الرخصة ممكن تكون واجبة، ممكن تكون مندوبة، ممكن تكون مكروهة. يعني مثلا لو واحد في بر وأوشك على الهلاك بيموت، بيموت مرة، وجد ميتة، يجوز له الأكل ولا ما يجوز؟ هل نقول هنا يباح لك الأكل ولا نقول يجب عليك أن تأكل؟ مع أنها إيش؟ مع أنها رخصة، صح ولا لا؟ إذن الرخصة، الرخصة قد تكون واجبة ولا لا؟ طيب واحد مسافر وهو في الطريق لمكة توقف يصلي العصر، هل نقول له يجب عليك أن تقصر ولا نقول يستحب لك؟ إذا قبل شوي كانت الرخصة هي واجبة، الآن الرخصة مستحبة أو مندوبة، وبعض العلماء يقول إنها قد تأتي مكروهة أيضا. إذن الرخصة ممكن تكون واجبة، ممكن تكون مستحبة، ممكن تكون مكروهة ونحو ذلك. سأنتقل بارك الله فيكم للمحاضرة التاسعة، ولعل إن شاء الله يكون واضح الجميع. المحاضرة التاسعة سهلة جدا، عن أقسام عن الأدلة. تذكرون الحكم الشرعي قلنا معرفة دلائل الفقه إجمالا أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وأصول الفقه يتكون من الأحكام والأدلة والدلالات والاجتهاد. عرفنا الأحكام الآن، الحكم الشرعي التكليفي والوضعي انتهينا منه. الآن ننتقل للقسم الثاني اللي هو الأدلة، اللي هو الأدلة. طيب ما هي الأدلة وما أقسامها؟ ركزوا معي، الأدلة لها أقسام من حيثيات مختلفة. من حيثيات إيش؟ مختلفة. أنا أشك أنكم تكتبون معي، تكتبون؟ طيب جاوبوا معي بسرعة بارك الله فيكم حتى أني أمشي.
ما أجلس أنتظر الجواب. لو جئنا للأقسام الأدلة من حيث بارك الله فيكم من حيث الاتفاق وعدم الاتفاق نجد أنها تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة إيش؟ مختلف فيها. طيب عطوني الأدلة المتفق عليها. القرآن، السنة، الإجماع، القياس. إذا عرفنا هذه الأربعة فالبقية كلها إيش؟ مختلف فيها. ولذلك لو جاءكم سؤال عن سد الذرائع تقولون إيش؟ مختلف فيه. طيب شرع من قبلنا مختلف فيه. طيب الإجماع، الإجماع مختلف فيه ولا متفق؟ نعم أحسنتم، الإجماع متفق متفق عليه. إذن هذا التقسيم من حيث إيش وإيش؟ من حيث الاتفاق، من حيث الاتفاق. طيب نبي الآن قسمها من حيث طريق معرفتها، هل نعرفها بالنقل أو بالعقل؟ من حيث طريق معرفتها، وتنقسم لذلك إلى أدلة نقلية وعقلية. وش معنى أدلة نقلية؟ يعني جاءت عن طريق إيش؟ النقل. هل القرآن مثلا، هل القرآن جلسنا ونتأملنا ونحن واستنتجنا وجئنا بهذه الآيات، ولا جاءتنا عن طريق النقل؟ طيب قول الصحابي، هل نحن نجلس ونتأمل ونطلع لنا قول الصحابي، ولا جاءنا منقول؟ طيب القياس، هل ينقل إلينا ولا العالم يجتهد ويقيس بعقله؟ إذن عندنا أدلة عقلية وأدلة إيش؟ وأدلة نقلية. عرفنا الفرق بين العقل والنقلي. إذن في التقسيم الأول عندنا متفق ومختلف، وفي الثاني عندنا نقلي وإيش؟ وعقلي. طيب تقسيم ثالث، تقسيم ثالث، يعني لو سألتكم سؤال، لو سألتكم سؤال، طبعا ما يرد بهذه الطريقة، لكن يعني شوف استنتاجكم. القياس، القياس هل هو من الأدلة العقلية أو من الأدلة المتفق عليها؟ وش تقولون؟ يلا ما يجاوب. عقلية وعبير ما شاء الله جوابهم دقيق، وأيضا سارة هو عقلي وأيضا متفق، وأمل أيضا هو عقلي وأيضا متفق متفق عليه. يعني لا تخلطوا بين التقسيم، ممكن يكون عقلي وفي نفس الوقت إيش؟ متفق متفق عليه. واضح؟ أنا أردت أني فقط أنبهكم أنكم ما تخلطوا بين التقسيمات. طيب نجي الآن التقسيم من حيث قوة الدلالة. طبعا قوة الدلالة لما يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، وش تفهمون؟ تفهمون أنها سبعة أو ستة، ولا ما فيها إلا معنى واحد؟ إذن هي تدل على الحكم مع احتمال ولا بدون احتمال؟ بدون احتمال. إذن الأدلة التي تدل على معنى واحد من غير احتمال تسمى أدلة إيش؟ أدلة قطعية، قطعية. طيب لما يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة قروء، كلمة قروء تحتمل معنيين ولا لا؟ إذن فيها احتمال ولا ما فيها احتمال؟ هذه تسمى أدلة إيش؟ أدلة ظنية، أدلة ظنية. إذن الأدلة القطعية تدل على الحكم من غير احتمال، والأدلة الظنية هي التي تدل على الحكم مع وجود
مع وجود الاحتمال. بعد ذلك الدكتور تكلم عندكم على القرآن الكريم اللي هو أول دليل من الأدلة النقلية، وذكر مزاياه وهي واضحة جدا، وذكر حجيته وأن المسلمين متفقين على حجيته، وأن حتى نعمل بالقرآن لابد من معرفة اللغة العربية والتدبر ومعرفة أسباب النزول. ثم انتقل إلى مسألة مهمة وهي مسألة القراءات الشاذة أو الأحادية. حتى بقي ثلاث دقائق أو دقيقتين سأعطيكم ملخص الكلام وأنتم اقرأوا. القراءة الصحيحة يقولون هي القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه ووافقت الرسم العثماني ونقلت إلينا نقل متواتر. كم فيها من شرط؟ صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه ووافقت رسم المصحف العثماني ونقلت بالتواتر. إذا توفرت هذه الشروط كلها نسميها قراءة إيش؟ قراءة صحيحة. طيب لو كانت القراءة سندها صحيح ووافقت اللغة العربية لكنها خالفت الرسم العثماني، فهذه نسميها قراءة إيش؟ قراءة شاذة أو أحادية. قراءة شاذة أو أحادية. في كفارة اليمين الموجود عندنا في القرآن فصيام ثلاثة أيام، هذا الموجود في القرآن صح، لكن في قراءة عن ابن مسعود أنه قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، جاء بزيادة كلمة إيش؟ متتابعات. هل هذه موجودة في رسم المصحف؟ موجودة ولا غير موجودة؟ أنا ما أدري تسمعوني. أشوفكم تغادرون واحد واحد، عندكم درس ثاني انتهيتوا ولا شلون؟ ما حد يجيب، لكن أشوف مغادر كم واحد يغادرون. إذا نسميها قراءة إيش؟ قراءة شاذة أو أحادية. طبعا كملوا المسألة عندكم في المذكرة لأنها واضحة جدا، لكن نسقف عند هذا الحد، انتهى الوقت تقريبا. إذا أي سؤال سريع بارك الله فيكم أو نختم. إذا نسأل الله عز وجل للجميع الإعانة والتوفيق، ونلتقي بكم غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.